نهنى حكامنا ونهنى أنفسنا وكل من يعيش على أرضنا باليوم الوطني لبلادنا. وهذا اليوم المميز مسيرة أبناء القبائل اللي كلها في حب والوفاء والولاء من الشعب للحكام ومن الحكام للشعب. كما أن في حديث يقول لك أفضل الأمراء من يحبونكم وتحبونهم، يدعون لكم وتدعون لهم. والدولة هنا تركز على هالموضوع، مثلا يوم عندك يوم الشهيد، يوم العلم، ان احنا كلنا في الانستغرام ولا بالوسائل الاجتماعيه كلنا عن النظام الله يرحم شهدائنا، كلنا على قلب واحد وعلى يد واحده. ويك يقول لك البيت المتوحد، وان احنا حتى البيت المتوحد نفس المعنى ونفس النتيجه، ان احنا كلنا الحب ويد واحده وقلب واحد وكلنا ويا حكامنا. ويك يا شيخ محمد بن زايد يوم يقول لك لا تقول هذا قبيله كتبي ولا الكعبي ولا الجسمي، يقول لك نحن قبيله امارات. ونحن يوم نبغى نكون اماراتي لازم نحن يكون لنا عنا صفه اماراتي. صفه اماراتي ان احنا نكون عنا صفات زايد، اخلاق زايد، كرم زايد، عطاء زايد، صبر زايد، سماحه زايد. كما نحن الحمد لله يعني نقول دام الله الامان الامن والامان في بلادنا، مثل ما قال شيخ محمد بن زايد لا تشيلون هم، بعد الله انا موجود. موجود حاكم يحب شعبه ويخاف على أبنائه. فيوم نكون نحن عندنا صفة إماراتية نقدر نقول للشيخ محمد بن راشد يا نحن شعب رقم واحد، نحن شعب رقم واحد، نحن مهندسينا رقم واحد، دكاترتنا رقم واحد، جيشنا رقم واحد، اقتصادنا رقم واحد، ازدهارنا رقم واحد. ودام الله عز بلادنا ورفع شأن حكامنا ورزقنا الأمن والسلام والأمان. بارك الله فيكم، جزاك الله فيك.